نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تناولته المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن اعتزام الحكومة بيع شركة مصر للطيران والانتهاء من الدراسات الفنية والجدول الزمني لطرح عدد من الشركات التابعة لها للإدارة والتشغيل. بدورها أكدت وزارة الطيران المدني أن مصر للطيران شركة وطنية وإحدى أذرع الدولة الرئيسية في منظومة النقل الجوي، وتعد من أهم الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد القومي، موضحا أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز محاورها على تطوير الشركة وتحديث أسطول طائرتها والتوسع في شبكة خطوطها الجوية بفتح أسواق جديدة. وقع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد بهدف قيام الجهاز بتقديم كافة الخدمات الهندسية والاستشارية والإشرافية لمشروعات هيئة تنمية الصعيد. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير حرص الوزارة على تفعيل دور الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بما يتواكب مع متطلبات واحتياجات الصناعة المصرية، باعتباره واحدا من أهم الجهات التابعة لوزارة الصناعة والمعني بتنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة. استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورشة عمل موسعة لمناقشة وثيقة التوجهات الاستراتيجية التي تمثل خارطة طريق للإعداد لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025-2030. تأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بالاستفادة من مجموعة البنك الدولي في وضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتحديد أولويات القطاعات الاستثمارية بما يقدم التنمية المستدامة. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع، رغم أن العقود الآجلة للخام لا تزال مرتفعة بنحو 2% هذا الأسبوع مع أخذ المتعاملين في الاعتبار استمرار الصراع في الشرق الأوسط. انخفض مزيج برنت بنسبة 64% إلى 75.55 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57% إلى 71.33 دولار للبرميل. في المقابل تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 33% لتصل إلى $2.23 للتر. صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.69% لتسجل نحو $2.35 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تتواصل في واشنطن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمشاركة نحو 10,000 شخص يمثلون وزارات المالية والبنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدني لبحث تعزيز النمو العالمي غير المستقر وغيرها من قضايا الساعة. الغموض سيد الموقف أمام اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، فالتصعيد في الشرق الأوسط والحرب الأوكرانية ونتائج الانتخابات الأمريكية فضلا عن تباطؤ الاقتصاد الصيني سيكون له نصيب الأسد من اجتماعات واشنطن. 10,000 مشارك من وزارات المالية والبنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدني يبحثون في اجتماعات تمتد أسبوعا تعزيز النمو العالمي غير المستقر والتعامل مع ضغوط الديون وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة. كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا حذرت من تداعيات التصعيد في الشرق الأوسط والتي قد تعرض إمدادات النفط والغاز للخطر، فقد يكون لذلك تأثير أكبر بكثير على الاقتصاد العالمي. الغائب الحاضر عن أجواء الاجتماعات هو إمكانية فوز المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل، مما قد يقلب النظام الاقتصادي الدولي رأسا على عقب من خلال فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية ضخمة جديدة والتحول بعيدا عن التعاون المناخي. أما نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي فمن المتوقع إلى حد كبير أن تواصل سياسات التعاون متعدد الأطراف لإدارة بايدن فيما يتعلق بالمناخ والضرائب وتخفيف الديون إذا فازت بالانتخابات. وبطبيعة الحال سيكون تكون الانتخابات الأمريكية تأثيرات ضخمة على السياسة التجارية وعلى مستقبل الدولار وعلى من سيكون رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القادم.